الجمعة في السجادة الحمراء. شال بطولات كتير مع القلعة الحمراء تعادل تاريخ أندية. لقاء خاص مع الكابتن شادي محمد. لولا النادي الأهلي ما كنتش وصلت لحاجات كتير جدا. إيه أقوى دوري في المنطقة العربية؟ الدوري بتاعنا قوي بس ناقصه شوية تفاصيل صغيرة. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار. دام نزلتوا بالشكل ده ما تزعلوش لما حد يضايقكم. عادتنا وتقاليدنا مش كده. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. بيهزر مع الأهل يزعل. إيه الغلطة اللي أنت حاسس إن أنت ندمت عليها؟ كان نفسي أنهي حياتي في النادي الأهلي. السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.